ان شاء الله عيدكم مبروك. ساعه والحاجه اول مره، وخمة حاجه مهمه 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 جدا، الفرق ما بين التونسيه والقوريه، حاشا الصلاح نتاعها. معانا تونسي قام بالتجربه هذه اللي برشة توانسة قاعدة تعاني منها مع نساء التوانسة، والفيديو هذا نعرفه باش يتفرجوا فيه برشا 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 عباد، ونحب تكتبوا لي تعليق نتاعكم في الفيديو هذا تحت الفيديو هذا، وقولوا لي كلام الراجل هذايا صحيح ولا ماهوش صحيح. انا تو باش نعديه لكم وباش نحكي لكم. السيد هذايا عاش التجربة نتاعو مع تونسية ومع بلجيكية، ممكن برشا عباد هو الزهروني برشا عباد تعرفوا، فهمتني؟ باش تعرف حكايته وهو باش يحكي لكم، فهمتني؟ هاي سيدي هذيك السيجارو صح؟ اعطينا خويا العزيز شنية التجربة اللي قمت بها ما بين التونسية والبلجيكية؟ تفضل خويا. صباح النور، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. اللي حكيت لخويا ميمو ديجا هذاك اللي صار، كنا في تونس، واحد كامل باش يعمل شطر دينو، كنا نعرسوا بتونسي، عرسنا بتونسي، طلعت ايش باش يقول فمي واحد حاشا برشا، مش التوانسه الكل سبطاء، مي تونسي تحب على الفلوس، تخزر لك شهري، تخزر لك باش تعرس، باش تجيب صغير، من بعد واحد سيف ينيس ديجا تبدل، تاخوها نوع، من بعد العرس ديريك تنوع، وتخزر لك فلوس شهريه وتجيب منك صغير، وهذيك هي تونس. فرق ما بين لهنا الدوري تجي أول حاجة سيدي جماعة، فماش تجا موضوع نتاع عرس، مافماش كيما في تونس، كل واحد ياخذ حقه لهنا، تجيب صغير ما تخلص شيء، يزيد يمدولك شهرية، يمدولك كل شيء، يفرحوا بيك على الآخر، ما تخلص شيء من جيبك، مش كيما في تونس، واحد تتورط، سعيك أول حاجة، و لحظة، لا إله إلا الله، توانسة حاشا اللي ما يستاهل، حاشا اللي ما يستاهلش. فما توانسة خويا ريت واحد سافا ابكي على الام وعلى البو. انا تجربتي خويا تونسي كي خذيتها تبدل بديريكت سيدي جا، من بعد العرس سرقة، تعاركت هي وامي، خيرتني ما بين امي وواحد، حسيت من غير ما نزيد نحكي برشا، وكهو هذاك ريت شنو جاو معاها امها وبوها و... لا انا فرق يا خويا، القاوري ما شاء الله ما ترى منهم شيء، لا يسرقوا لا يغيروك ولا والو، هكا نقسم كان، وهما بتبيعاتهم حتى معاك تدخل لدين الاسلام وتقول لا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله قاوري. والتونسية لا، التونسية تحرمك باش ما تشوفش بنتك، ولا انا ما تحرمكش باش تشوف بنتك، في اي نهار تهز بنتك وفي اي نهار ديما معاك بنتك، والحق يقال وكهو. استنى نكمل نقول لهم انا كلمتين، فما كلمتين اخرين، الفرق كبير برشا. انا توا لحتها اللي برشا توانسه يبعثوا لي في مرته معاه توا سيباري ومعاه، فهمتي اليوم متفاهمين. اللي حبيت نقوله من الميساج هذا والنبي محمد، حبيت نوصله لبرشا نساء توانسه اللي بالرسمي راهو يبعثوا لي في راهو سمعني عندنا زاد الرجال زاد بيد مغالطين، ما فما حتى مشكل هذه في الحكايه هذه، باش ما نقولوش جاي مع المراه ولا مش مع الراجل، فهمتني؟ لكن ساعات فما راجل توا، فما مراه مسكينه عندي في الباج بعثت لي، ان شاء الله تتصل بيا وتنخرج لكم وتحكي. تصور انت راجل شنو يحب يعمل، يعني ما نقولوش كان المراه، راجلها قول لي شنو يحب يعمل، يحب ينحي لها صغير قال ما يهمنيش، يعني حتى كان الصغير يهزوه لاسيستون سوسيال، لاسيستون سوسيال يعني يرضى صغيره يتربى عند الدوله وما يترباش عند امه. وهذه مشاكل قاعده تصير برشا مع التوانسه، فهمتني؟ في قضايا العرس يا ناس افهموا حاجة، أنا وقت خرجت وحكيت على فصل الطلاق حبيت الناس الكل تتردى مع بعضها، وما حبيتش الصغار يتشتوا. أنا ها بعض اللي صار عليا، بعض اللي صار عليا في جسمه في تونس، أنا والمرأة زادة كيف كيف، البعد زادة كيف كيف اللي صار، لكن عرفت كيفاش نعاود نهز عائلتي ونعاود نقف على ساقيا باش بالتفاهم والكلمة الحلوة، فهمت؟ على خاطر العرق ما يجيب لحتى شيء، والعناد ما يجيب لحتى شيء، راك تعاند راجلك وراجلك يعاندك على جال الصغار، وفي الاخر الصغار اللي باش يضيعوا فيه.
الصغار اللي باش يذيعوا فيها باللي هذه نصيحه للتوانسه الكل. راهو اسمعني ما بيناتكم اسمعني حلو ومر يتعدى العمر، اذا كان ما تفهمتوش اذا كان ما تفهمتوش جيبوها بالسلاح، ما تجيبوهاش بالعرك وبالمشاكل. راهو في الاخر الصغار هما اللي باش يخلصوا، الصغار هما اللي باش يخلصوا، على خاطر برشا توانسه من وحده صحيبي طيش راجلك في الحبس، طيش راجلك في الحبس اللي هو ابو صغارك على جال شنيه؟ على جال النفقه. يعني تجيب صغير عباره صغير ولا كيفاش يقولوها وليتوا تشوفوه فلوس، علاش تشوفوه فلوس؟ فهموني الحكايه هذيا بالله. راهو اسمعني راني حبيت نحكي في الحكايه هذيا، تعرف علاش؟ على خاطر برشا ناس تفاعلت مع الفيديو نتاعي نتاع الطلاق اللي قداش من مليون تفرجوا فيه، والناس تفاعلت معاه. راني كي حكيت الموضوع هذايا على خاطر الموضوع هذايا جاتني عليه برشا تشكيات، حبيت نوعيكم بالفيديو هذايا راه يعني لما موت تتوعاو بالفيديو هذايا وتشوفوا تشوفوا حل ما بينات بعضكم. راه الطلاق ما عنده وين باش يوصل. هذايا الميساج نتاعي وان شاء الله يكون وصل، وان شاء الله عيدكم مبروك وبالسلامه الناس كلها.